وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة نورة محمد بوتشيري، مدير إدارة التخطيط التفصيلي في هيئة التخطيط والتطوير العمراني. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة. وكما أعلنتم مسبقا اعتماد 11 مخططا تفصيليا جديدا ضمن الدفعة الثالثة من مشروع تحديث وثائق الملكية للمخططات التفصيلية، ما أهمية هذا المشروع؟ أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لتعريف المواطنين بالمشاريع التي تعمل عليها هيئة التخطيط والتطوير العمراني. طبعا مشروع الانتهاء من المخططات التفصيلية المعتمدة يعتبر أحد أهم المشروعات التي تعمل عليها هيئة التخطيط والتطوير العمراني، حيث تعمل الهيئة على الانتهاء من مشروع تخطيط 96 منطقة غير مخططة بنهاية عام 2024، واللي تشكل نسبتها 10% من مساحة البحرين الإجمالية. تم الانتهاء من اعتماد 27 مخطط في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية تم الانتهاء من اعتماد 10 مخططات تفصيلية والإعلان عنها في الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها في الجريدة الرسمية. واليوم ولله الحمد انتهينا من 11 مخطط تفصيلي بعد انتهاء من سلسلة من الإجراءات المتبعة. تم الانتهاء من تخطيط 9 مخططات وجاري العمل على تنفيذها، كما أن هناك 52 مخطط في مرحلة تحديث وثائق الملكيات بالتنسيق مع الملاك، و35 مخطط في مرحلتي الاعتماد والتخطيط بنسبة إنجاز تبلغ حوالي 63%. نعم المهندسة نورة، يعني لو تحدثينا عن طرق تحديث الملكية. نعم طبعا يمكن لملاك العقارات اختيار احد الطرق لتحديث ملكياتهم. الطريقة الاولى اما عن طريق التفضل بزيارة موقع الهيئة مركز خدمة العملاء بهيئة تخطيط التطوير العمراني بمبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري في منطقة التنابس، او من خلال تقديم طلب استفسار عن وضعية ارض من خلال البريد الالكتروني للهيئة ask@upda.gov.ph او عن طريق منصة تخطيط planning. وطبعا يجب تزويدنا بعدد من الوثائق المطلوبة، وهي نسخة من وثيقة الملكية، ونسخة من شهادة المسح إذا كانت وثيقة الملكية قديمة، نسخة من بطاقة الهوية، وفي حال كان مقدم الطلب مخول من المالك يتوجب توفير تخويل معتمد يحمل توقيع مالك العقار مع من استمارة تقديم الطلب. نعم. ويجب التنويه بأن عند انقضاء فترة تحديث وثائق الملكية سيتم تطبيق قانون الاستملاك فور انقضاء المدة المحددة. نعم المهندسة نورة محمد بوتشيري، مدير إدارة التخطيط التفصيلي في هيئة التخطيط والتطوير العمراني، شكرا جزيلا لك.